صباحات عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. في القسم الرئيسي او الاول من هذه الحلقه نناقش العلاقات المصريه السويديه. يبقى ان نذكر انه العلاقات الاقتصاديه بين مصر والسويد تعود الى اللجنه المشتركه المصريه السويديه اللي انشئت في عام 1975، ومنذ ذلك الحين هناك تواصل بين مصر والسويد على اصعده كافه، سنناقشها تفصيليا في حوار خاص مع سفيره السويد هنا في القاهره. السويد ايضا لها دور او بصمه في قضايا عديدة، على رأسها قضية السلام. هي كانت من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، لها تحركات سياسية لقضايا عدة سنناقشها أيضا في حوارنا اليوم. في الجزء أو القسم الثاني نقترب أكثر من التطورات الخاصة بأزمة اليونان. هناك بعض المخاوف والتخوفات الخاصة بمدى قدرة اليونان على السداد أو الوفاء بالتزاماتها المادية للدول الدائنة. هناك تصريح للبنك المركزي اليوناني يخفض من سقف التوقعات الخاصة بإنجاح عملية المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي واليونان. بداياتنا دائما ما تكون مع جولة لأهم الأخبار على مدار أسبوع. الخبر الأول من فرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالتس يؤكد على أنه لا علاقة بين التطرف والإسلام. تصريح فالتس جاء أثناء افتتاحه لمؤتمر يهدف إلى تحسين العلاقة مع المجتمع الإسلامي الكبير بفرنسا. المؤتمر عقد يوم الاثنين بعد مرور 5 أشهر على هجمات الجهاديين على عدة أماكن في باريس، وأسفرت عن مقتل 17 شخصا. من المقرر أن يكون المؤتمر هو اللقاء الأول في سلسلة من اللقاءات تخطط الحكومة عقدها مع كبار الشخصيات في المجتمع الإسلامي اللي بيتألف من نحو 5 ملايين شخص، والذي يعد الأكبر في أوروبا. الخبر الثاني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن بلاده ستضيف 40 صاروخا جديدا عابرا للقارات إلى ترسانتها النووية هذا العام، عام 2015، فيما اتهم مسؤول دفاعي روسي الناتو ببدء سباق تسلح جديد. الرئيس بوتين أعلن عن قرار القيادة الروسية تعزيز قدرات البلاد الصاروخية بعد أن أدان مسؤولون روس خطة أمريكية بتقضي بنشر دبابات وأسلحة ثقيلة كمان في أراضي الدول الأعضاء في الحلف، والمحاذية كمان لروسيا باعتبارها أكثر الخطوات الأمريكية عدوانية منذ انتهاء الحرب الباردة. من جانبه وصف حلف شمال الأطلسي التحرك الروسي بأنه خطير وغير مبرر ويهدد بزعزعة الاستقرار. مؤشر السلام لعام 2015 اللي بينشره معهد الاقتصاد والسلام أشار أو أظهر أنه تصاعد الحرب الأهلية وما يترتب عليها من أزمة لاجئين هما من بين العوامل الرئيسية في زيادة تكلفة احتواء العنف في دول مختلفة أو على مستوى العالم. صنف مؤشر الدراسة أيسلندا على أنها الدولة الأكثر سلاما في العالم، وده على أساس 23 عامل منهم الصراعات الداخلية والخارجية والإنفاق العسكري والإرهاب ومعدلات القتل والجرائم الأخرى. سوريا جاءت في قاعة ترتيب، تلتها في ذلك العراق، بعدها أفغانستان، جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. الدول الأوروبية شكلت 20 دولة من الدول 30 الأكثر سلاما. آخر خبر معنا في جولتنا أنه في إعلان حاليا داخل البرلمان الأوروبي عن تشكيل مجموعة برلمانية جديدة تضم الأحزاب اليمينية المتطرفة، وده للمناهضة أو هي بتناهض هذه المجموعة الوحدة الأوروبية بشكل عام، بالإضافة طبعا إلى أهداف أخرى ضمن مبادئ اليمين المتطرف في أوروبا أو في البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص. المتحدثة باسم هذه المجموعة الجديدة قالت إنه المجموعة ستمثل القوى السياسية الأوروبية الضاربة. النجاح بتشكيل مجموعة برلمانية أوروبية يمينية متطرفة بيعكس تنامي شعبية هذه الأحزاب في كافة أنحاء أوروبا. وكما يشير القانون البرلماني الأوروبي
لابد من تشكيل هذه المجموعة لاتفاق أو بتؤدي إلى اتفاق بين نواب من 7 دول أوروبية، يعني كقانون أو كإجراء لتشكيل أي مجموعة موحدة أو بأهداف واحدة داخل البرلمان الأوروبي. طيب ننتقل إلى الجزء الرئيسي في هذه الحلقة وهي علاقات مصر بالسويد، ولكن نستهل هذا الحوار بمجموعة من المعلومات أو النقاط الخاصة بعلاقتنا بدولة السويد. نرحب في هذه الحلقة من اتجاه شمالا بالسفيرة شارلوتا سبار سفيرة دولة السويد هنا في القاهرة. لقد تواجدت هنا في مصر منذ بضع سنوات، ليس كسفيرة ولكن جئت إلى مصر أكثر من مرة منذ الثمانينات، وكنت تخبرينني للتو بهذا الأمر. كيف ترين العلاقات بين مصر والسويد وكيف تطورت على مدار السنوات؟ أولا كما ذكرت أنا جئت في منتصف الثمانينات للمرة الأولى كسائحة، وذلك في طريقي إلى ليبيا التي كانت أول منصب لي كسفيرة، وبعد ذلك عدت مرارا وتكرارا إلى مصر في مناصب مختلفة وبصفات مختلفة، وقد عشت هنا بين عام 99 و 2003 وعملت كنائب رئيس بعثة السويد في السفارة، ويسعدني أنني عدت مرة أخرى وأحاول أن أفهم مصر الآن في مرحلة معقدة وليست دائما سهلة على أن يفهمها المرء. ولكن الأمر رائع، وأعتقد أنه من المهم جدا أن أكون موجودة هنا وأن أعمل على تطوير علاقتنا الثنائية. السويد ومصر منذ فترة طويلة لديهما علاقات قوية وحوار سياسي جيد، وكلتا الدولتين على الرغم طبعا أن السويد مقارنة بمصر هي دولة صغيرة، إلا أن كلتا الدولتين تعملان بشكل نشط في مجال السياسة الدولية، كلانا نشط في الأمم المتحدة، وأيضا نحن أعضاء نشطاء وفعالين ونتعاون في كل الموضوعات متعددة الأطراف، سواء كانت موضوعات دولية مثل التغير المناخي أو نزع التسلح وما إلى ذلك وغيرها من قضايا الشرق الأوسط. والسويد بما أنها جغرافيا
بعيدة عن مصر فإنها فعلا كانت مشتركة بشكل قوي في عملية السلام في الشرق الأوسط، ولدينا أيضا تعاون قوي في جانب التجارة، وكانت لدينا الكثير من الأوقات الجيدة التي كان فيها الكثير من السياح من السويد يأتون إلى هنا والتبادل الثقافي. أنتم من أوائل الدول إن لم تكن أول دولة اعترفتم بفلسطين كدولة مستقلة. كيف تنظرون إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ بالطبع هناك دول كثيرة، أعتقد 130 عاما اعترفت بفلسطين، 130 دولة اعترفت بفلسطين على مدار السنوات الماضية، وأعتقد أنكم كنتم الدولة الأولى في أوروبا أو أول عضو في الاتحاد الأوروبي، وكان هذا تطورا في الاتحاد الأوروبي نفسه. نعم كان هذا تطورا، وكان هناك بعض الدول الأعضاء الذين كانوا في مرحلة الحرب الباردة منذ فترة طويلة الذين اعترفوا بفلسطين، وهناك دول أخرى من أوروبا غير أعضاء اعترفوا بها. إذن كما قلت فإن هناك علاقة طويلة الأمد بالقضية الخاصة بالشرق الأوسط منذ الأربعينات في الواقع. كنا ناشطين للغاية ونعمل بنشاط من أجل الوصول إلى حل الدولتين، وكنا أحد الدول التي أعطت أكبر الدعم للشعب الفلسطيني لسنوات عديدة، دعم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وأيضا دعمهم لبناء دولتهم. يمكن أن نقول أن الاعتراف بفلسطين كان خطوة في اتجاه طالما كنا نسير فيه ونعمل فيه لفترة طويلة، ولا نزال ملتزمين بشكل كبير بحل الدولتين. البعض قال أنه من المبكر أن يتم الاعتراف بفلسطين، ولكن وزيرنا عبر عن هذا بوضوح أنه في الواقع متأخر جدا وليس من المبكر، ونرى أنه من المهم أن نحاول أن نقوي الطرفين لنرى ما يمكن أن نفعله وأن يكون لدينا تحقيق لحل الدولتين وشعبين يعيشان إلى جوار بعضهم البعض في سلام. هذا هو الغرض. كيف ترون أن هذا الاعتراف ليس فقط من قبل السويد ولكن من دول أخرى ساعد فلسطين على أن تكون دولة وساعد الصراع على أن يصل إلى حلول جديدة أو أن يقترب من حلول جديدة، أم أنك ترى الصراع قد أصبح أكثر تعقيدا؟ إن ما فعله اعترافنا هو أننا أثرنا الكثير من الجدل، والكثير من الدول الأوروبية كان بها الكثير من الجدل، وهذا أدى أعتقد إلى مزيد من نشر الوعي والدراية حول الحاجة الملحة للوصول إلى حلول، وأن نعمل بأكثر من طريقة لنصل إلى حل، وأن نبتعد عن التوقف الذي شهدناه طوال السنوات الماضية. كلنا يجب أن نستمر في المجهودات وأن نعمل مع بعضنا البعض لكي نحاول أن نعمل من أجل تحقيق حل الدولتين. أنت حضرت أيضا المؤتمر الذي عقد في مصر لإعادة إعمار غزة من بين دول أخرى بالطبع. هل تعتقدين، هل ترين أن إعادة بناء غزة يتم حسب خطة داخل الأمم المتحدة؟ لأنه مثلا على سبيل المثال وزير الخارجية الألماني كان يشتكي في آخر زيارة له إلى المنطقة أنه لم يتم عمل أي شيء جاد حتى الآن كما تم الوعد. أعتقد يمكن دائما أن يتم بذل الكثير مما هو مبذول. كان هناك تعهدات في المؤتمر، ولكن دائما سؤال المتابعة أمر مهم.
من أجل أن نمكن البلاد من عمل إعادة الإعمار وإعادة البناء. كان هذا أمرا صعبا طبعا، النفاذ والدخول وإدخال المعدات والمعابر الحدودية والوضع الإنساني حتى الآن ليس جيدا في غزة. لذا من الواضح الكثير والكثير من المجهودات يجب أن تبذل ويمكن أن تبذل، ولكن مرة أخرى هذه مجهودات يجب أن نتعقبها جميعا وأن نعمل عليها. كيف تنظر السويد إلى الموضوعات الدولية مثل الإرهاب؟ كيف ترون التحالف الدولي لمكافحة داعش مثلا في العراق وسوريا؟ كيف ترون المجهودات؟ أولا كما قلت فإن الإرهاب هو ظاهرة دولية، وهو شيء كلنا يجب أن نعمل ونأخذ ونتعامل معه أخذ الجد، وأن نعمل عليه مع بعضنا البعض. هناك تحديات كبرى، وطبعا عن طريق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأيضا المساهمة بشكل ثنائي في هذه العملية من الأشياء الأساسية، ونرى أنه من الأساسي أن يتم الدخول في مناقشات قوية، وأيضا أن يتم العمل ليس فقط في ما يتعلق بالاتصالات مع الحكومات والتشريعات. طبعا هي في حد ذاتها مهمة، لكن يجب أن نعمل أيضا على نشر الوعي والدراية، التعليم والتثقيف، رسالة التسامح، نشر رسالة التسامح يجب أن تكون موجودة، وأيضا فيما يتعلق بمكافحة الراديكالية عن طريق تقديم وسائل أخرى. أعتقد أنكم تعلمون وأنت تعرفين أيضا أنه في أوروبا لا نرى بين المهاجرين والجاليات المهاجرة، لدينا أيضا من يبحثون عن الهوية، ولذا هذا مهم جدا ليس بالنسبة لهم ولكن للآخرين أيضا، لأن الأصوليين لا يبحثون عن داعش، ولكن إنها فعلا ظاهرة دولية يمكن أن تظهر وجهها القبيح في أي مكان. ولذا يجب أن نتأكد أن على الأقل هؤلاء الأشخاص سيرون مستقبلا ليس به عنف ولكن به بناء وليس دمار. بما أننا نتحدث عن موضوع الإرهاب الدولي، كيف ترين الظروف المحيطة هنا في مصر؟ لأن مصر أيضا تعاني من الإرهاب أو المجموعات الإرهابية المحلية. كيف تتابعون هذا الأمر؟ أعتقد أن الأمر يتطلب أكثر من نوع من أنواع الأنشطة والمجهودات. بعض هذه المجهودات لها علاقة بالقضايا الأمنية التقليدية، والموضوعات الأخرى لها علاقة بالتعامل والعمل على التعليم والتثقيف، نشر الوعي والدراية، التسامح، وإعطاء حيزا ليس به عنف. ولكن هذه العملية قد تستغرق فترة طويلة. العمل على نشر الوعي والدراية والتعليم سيستغرق فترة طويلة. ما الذي نحتاجه لكي نواجه الإرهاب بشكل فوري؟ أعتقد مرة أخرى أن شيء لن يحل محل الآخر. طبعا هناك إجراءات يجب أن تتخذ. أعتقد أننا كلنا نشعر بالقلق الشديد وندين بشدة الهجمات الإرهابية وما حدث في الكرنك مثلا، ولحسن الحظ فقد تم إحباط المحاولة وتم وقفها، وأعتقد أنها كانت مثالا واضحا على مدى أهمية تدريب رجال الشرطة، وأن يكون هناك حماية جيدة للمصريين وطبعا للسياح الذين يزورون البلاد ولأي شخص آخر يقيم في الدولة. ولكن بما يتوازي مع هذا أيضا هناك إجراءات أخرى مطلوبة، وأعتقد أننا يجب أن نعمل على المستوى المتوسط
القصير والمتوسط والطويل. كيف تتابعون مرحلة التحول في مصر، المرحلة الانتقالية، بما أنك هنا منذ فترة وكنت تأتين في زيارات، إذا شهدت الكثير في مصر، كيف تتابعين الوضع؟ أولا، الدولة مرت بإعصار من التحديات والتغيرات والكثير من الأشياء على مدار السنوات الأربعة أو ما إلى ذلك. كانت فترة غير مستقرة، كان بها صعودات وهبوط والكثير من الالتباس وخوف، وكان هناك أمل أيضا. أعتقد أنه من المهم أن نبحث عن بعض الجوانب الإيجابية والتغيرات الإيجابية التي حدثت، وأعتقد أيضا أن كسر بعض المحظورات أصبح أمرا مهما، وهذا أمر تحقق. والتحديات التي لم كنا نتحدث عنها في الماضي الآن يتم التحدث عنها، سواء كان لها علاقة بالفقر أو الفجوات الاجتماعية أو حقوق المرأة أو مثلا ظواهر مثل التحرش، كانت موجودة ولكن لم يكن يتم الحديث عنها. هذه الموضوعات الآن موضوعة ويتم مناقشتها على طاولة، وهذا في حد ذاته هو أمر إيجابي. شيء آخر، أن دولة بها نسبة كبيرة من الشباب، من السكان، من الجيد أن نرى كيف أن الشباب قد أصبحوا مرئيين أكثر. هم موجودين ويشتركون على مدار الأشهر الماضية أو العام الماضي. نحن من جانب السفارة كنا نحاول أن نعرف كيف يمكن أن نبني علاقتنا بشكل أفضل، وبحثنا في ثلاث مجالات مرتبطة: التعليم، الابتكار والإبداع، وريادة الأعمال. أحد الأشياء التي أعطتني فعلا إلهام وأمل كبير أن أرى أنه بين رائدي الأعمال الشباب الذين يقومون بإنشاء مشروعات ويكسبون الأموال، وأيضا رائدي الأعمال الاجتماعيين الذين يعملون على تحقيق التغير الاجتماعي في المجتمع. مما رأيته هناك قوة كبيرة وهناك طاقة إيجابية كبيرة جدا. وكنت في أسوان منذ أسبوعين على سبيل المثال، وكنت ألتقي ببعض السيدات التي حصلنا على تدريب من مشروع تمويله الاتحاد الأوروبي ويدعمه الصندوق الاجتماعي للتنمية. تلقينا التدريب وأنشأنا مشروعاتهن، والآن يقومنا بتوظيف أشخاص ويساهمنا في العائلة. هذه كلها أمثلة رائعة على كيف تتغير مصر وكيف يمكن أن نكون شركاء في المشاركة في هذا التغيير. I've just learned that Sweden عرفت أن السويد تحتل المركز الأول في العالم في مؤشر الديمقراطية الخاص بـ Economist، مجلة Economist. الوصول إلى الديمقراطية أو كما ترين، ما هي الفترة أو ما هي البيئة الملائمة لديمقراطية حقيقية؟ أولا، الديمقراطية هي عملية، وهي شيء قد يكون لديه بداية ولكن ليس له نقطة نهاية. فمثلا على الرغم من أننا نحتل المرتبة الأولى في هذا المؤشر، إلا أننا يجب أن نعمل أكثر وأكثر لكي نحافظ على هذه العناصر وأن نطورها. أعتقد أن هناك بعض العناصر الأساسية التي يجب توفرها. واحد منها هي
أن يتم السماح بحرية التعبير عن الآراء وبوجهات النظر المختلفة، وأن يتم السماح للأطراف المختلفة في المجتمع بالمشاركة. الآن لدينا دولة قوية، ولكن أيضا بالتوازي مع الدولة القوية يجب أن يكون هناك تعاون قوي مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكونوا شركاء. لا يوجد في أي دولة حكومة تستطيع عمل كل شيء بمفردها، ولكن عمل المؤسسات مع بعضها البعض، وذلك على الجانب الحكومي وغير الحكومي، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، عن طريق العمل مع بعضها البعض، وأن يكون لدينا الهيكل التشريعي أمر مهم جدا، وأن يتم السماح للأطراف غير الحكومية بالمشاركة. سنمر على الروابط الاقتصادية، لأنني لم أعرف أن لديكم بروتوكول أو اتفاقية مع مصر ثنائية حول الروابط الاقتصادية الثنائية، ولدينا أيضا مجلس مصري سويدي. أي القطاعات المهتمة بها السويد لو تحدثنا عن الاستثمارات، خاصة أن مصر تقوم بالكثير من الإجراءات والخطوات الخاصة ببناء اقتصادها وبناء مشروعات كبرى مثل قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كبرى. الكثير من الشركات السويدية تواجدت هنا لفترة طويلة، وهم متواجدين في الكثير من المجالات. لدينا تواجد في مشروعات الورق والاتصالات والبنية التحتية، وإلكترولوكس هي شركة سويدية، وهي قامت بأول استثمار كبير بعد ثورة 2011. هذه الشركة إلكترولوكس فتحت منذ أسبوعين فقط مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان، حيث الآن يقوم بالتوسع في أنشطتهم، ولديهم 500 وظيفة جديدة. إذن أعتقد 3.5 مليار جنيه مصري هو إجمالي الاستثمار الخاص بهذه الشركة، وهو استثمار كبير. لدينا أيضا APP، الشركة السويدية السويسرية، موجودة وتتوسع، وشركة إيكيا السويدية التي فتحت منذ سنوات. إذن إريكسون مثلا في مجال الاتصالات موجودة وحاضرة ومشتركة، والكثير من هذه الشركات تعمل في مجالات أساسية في تحديث وتطوير المجتمع. الاتصالات والمعلومات والصحة هما قطاعين السويد متقدمة فيهما جدا، ونرى مجال كبير للاستمرار في التعاون. إذن تتحدثون عن تقوية ما هو موجود بالفعل. نحن نبحث في إمكانية أن تقوم الشركات الحالية بالتوسع أكثر وأن تعزز التجارة، ونرى أن هناك زيادة ليس فقط من التجارة من السويد إلى مصر، ولكن زيادة أيضا في التجارة من مصر إلى السويد، وهذا أيضا أمر نشجعه جدا. ماذا عن السياحة؟ السياحة قطاع مهم جدا طبعا لدولة بجمال ومواقع والقيمة التاريخية التي تحظى بها مصر. السويد سكانها أقل من 10 مليون، وعلى الرغم من ذلك قبل الثورة كان لدينا 200,000 سائح كل سنة يأتون إلى مصر. طبعا الأرقام الحالية ليس بنفس المستوى، ولكن بدأنا في ملاحظة ارتفاع في عدد السياح مرة أخرى، ونأمل أن نرى مزيد من السياح يعودون مرة أخرى. فهذا مقصد مهم جدا، وبه
مواقع تاريخية جميلة، وأيضا التواصل بين الشعوب. لو جاء السويديون إلى هنا وشاهدوا مصر سيتفاعلوا مع المصريين. أعتقد أن الثقافة والسياحة أمرين مهمين. آخر سؤال، أعرف أنك مصورة جيدة. أنا مهتمة بالتصوير، هل أعرف أنك جاءتك إلهامات كثيرة لتأخذي صور في مصر؟ أنا مهتمة بالتقاط صور للناس، وهناك الكثير من الوجوه الجميلة في الشوارع من الكبار والشباب، رجال ونساء، وتفاصيل كثيرة. ممكن أن يكون مقبض، باب، دراجة. أعتقد أن هذه البلد مليئة بالألوان، وهذا في حد ذاته أمر به الكثير من الاستمتاع. أنا فعلا أشعر بالإلهام الكثير فيما يتعلق بصوري. شكرا جزيلا سعادة السفيرة، شكرا جزيلا. نتحول إلى تقرير آخر. كان هذا طبعا حوارنا مع شارلوتا سبار سفيرة دولة السويد هنا في القاهرة. نتحول الآن إلى صندوق النقد الدولي الذي بدأ يصعد النبرة في موضوع ديون اليونان، معلنا على مطالبه في هذا الملف لأثينا وللأوروبيين، ولو أدى ذلك إلى وصمة بالتصلب في محثة واشنطن اليونان على اتخاذ خطوة جادة للوصول لحل وسط مع دائنيها الدوليين. نتابع هذا التقرير حول تطورات المفاوضات الخاصة بديون اليونان، ثم نعود إليكم لمتابعة أكثر شمولا وتفصيلا في الاتجاه الشمالي. على مفترق طرق تقف دولة اليونانية الغارقة في ديونها في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات بين دائنين مصممين على فرض المزيد من الإجراءات التقشفية، وبين حكومة يسارية تحاول الدفاع حتى الرمق الأخير عن اقتصاد البلاد. رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تريبراس الذي وصف مطالب الدائنين بالانتهازية السياسية أكد أنه مستعد للعودة في أي وقت إلى طاولة المفاوضات. فأثينا موافقة على الأهداف المتعلقة بفائض الميزانية بمعزل عن خدمة الدين التي يحددها الدائنون بنسبة 1% لهذه السنة و 2% للسنة المقبلة، وهذا ما كان يشكل عقبة كبيرة في سبيل المفاوضات. فرنسا وعلى لسان الرئيس فرانسوا أولاند شددت على ضرورة أن تقدم أثينا مقترحات للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. ليس من موقف فرنسا أن تفرض على اليونان مزيدا من التخفيضات على معاشات التعاقد الصغيرة، لكن موقفها هو المطالبة بأن يقترحوا بدائل. يجب بذل كل جهد حتى تبقى اليونان في منطقة اليورو. يأتي هذا في حين أفادت مصادر إعلامية أن الأوروبيين أعدوا خطة طوارئ مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار الرأسمال من هذا البلد إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع. وتسابق أثينا الوقت للحصول على دفعة مالية من دائنيها قبل استحقاق مصيري ينتظرها في 30 يونيو، إذ أن هذا اليوم هو موعد انتهاء العمل بخطة المساعدة التي أقرت لها سابقا، وهو أيضا الموعد الأقصى لتسديد 1.6 مليار يورو مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي. وفي حال عدم التسديد ستواجه أثينا عواقب التخلف عن السداد، ما سيشكل سابقة في منطقة اليورو، وربما يكون مقدمة لخروج اليونان من هذه المنطقة. طيب، هنختتم هذه الحلقة بمتابعة طبعا جاءت في صحف عديدة ومختلفة. هنتطرق إلى صحيفة الفاينانشال تايمز اللي تناول فيها الكاتب أندرو إنجلاند أزمة الرئيس السوداني عمر البشير في جنوب أفريقيا. ده طبعا على هامش حضوره لقمة الاتحاد الأفريقي وقمة نيباد اللي كانت منعقدة في جوهانسبرغ. الكاتب بيقول إنه المحكمة العليا أصدرت حكمها بأن على جنوب أفريقيا احتجاز الرئيس البشير، إلا أن ذلك جاء بعد أن كان البشير قد غادر البلاد. الكاتب يختتم المقال بقوله إن هناك الكثير من الضوضاء اللي حدثت بسبب ذلك الموقف، لكن المستفيد الوحيد كان الرئيس البشير. حول آليات أو الإجراءات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بينضم إلينا مباشرة من لاهاي السيد فادي عبدالله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية. مساء الخير سيد فادي.
أنا مساء النور. أهلا بحضرتك. أولا يعني يقول البعض أو ينظر البعض إلى موضوع الرئيس السوداني ليس بمنأى أو بمعزل عن إجراءات طبعا الجنائية الدولية اللي كانت أصدرت حكم ضده أو حكمين، واحد في 2009 والتاني كان في 2010. أي إطار يحكم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة من أصدرت بحقهم بشكل عام أحكاما؟ يعني علينا أنه نوضح بعض النقاط في البداية. أول نقطة هي اختصاص المحكمة. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يأتي بناء إما على أن الدولة هي تنضم إلى نظام روما الأساسي، أو أن مجلس الأمن يلزمها بالتعاون مع المحكمة حتى لو كانت الدولة غير منضمة، لأن مجلس الأمن يستطيع وفقا للفصل السابع فرض التزامات قانونية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا هو السيناريو الذي حصل مع السودان، لأن مجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق في الوضع في دارفور في عام 2005، وفي عام 2009 و2010 أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير. الآن آلية التنفيذ هي الاتكال على الدول. المحكمة ليس لديها قوات جيش أو شرطة بطبيعة الحال، وهي تتكل على الدول الأعضاء في نظام روما وتعاونهم الإلزامي، وكذلك على التعاون الطوعي من قبل الدول الأخرى. فبالتالي عندما يكون هناك زيارة لأحد المجتمع إلى دولة ما، من الطبيعي أن المحكمة تذكر هذه الدولة بالتزامها وبأوامر القبض الصادرة ضد هذا الشخص. يعني في وجوبية، طب اسمح لي، طب في وجوبية أو إلزام على الدولة طالما هي موقعة على نظام روما الأساسي إذن بتسليم من صدر بحقهم أحكام، هكذا تقول؟ نعم، هذا من الناحية القانونية. إذا يعني جنوب أفريقيا عليها التزام التعاون مع المحكمة واعتقال أو القبض على الأشخاص المشتبه بهم. اللي حصل في جنوب أفريقيا حصل أمر إضافي، وهو أن بعض الهيئات الحقوقية طلبت من محكمة عليا في جنوب أفريقيا إلزام الحكومة وفقا للدستور جنوب أفريقيا الذي تضمن أو يعني تم نقل مواد نظام روما إليه، فطلبت بناء على القانون الوطني أيضا أن يتم هذا التنفيذ. الآن يعني هنالك مسار قضائي على المستوى الوطني، هذا لا علاقة للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة به. المحكمة أرسلت طلبات القبض إلى الحكومة نفسها. وهنالك مسار آخر الذي يعني ذكرتموه. الآن عندما لا تتعاون دول ملزمة بالتعاون مع المحكمة، المحكمة لا تستطيع أن تفرض عقوبات عليها، لأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بملاحقة الأفراد وليس الدول أو الحكومات أو الأحزاب. تمام. ولكن الذي يمكن أن يحصل في هذه الحالة هو أنه إذا قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد الاستماع إلى ملاحظات الدولة المعنية في شأن لماذا لم يتم القبض على هذا الشخص، يمكن لقضاة المحكمة أن يقرروا أن هنالك حالة عدم تعاون. في هذه الحالة يحال الموضوع أمام جمعية الدول الأعضاء في نظام روما باعتبار أن الوضع خرق الاتفاقية الأساسية انضمت إليها. أيوة. نعم. وكذلك ممكن إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن في موضوع السودان تحديدا وفي موضوع ليبيا، ولكن هنا نتحدث عن موضوع السودان، لأن مجلس الأمن هو من طلب من المحكمة فتح التحقيق، وبالتالي عدم التعاون مع المحكمة يعارض قرار مجلس الأمن في هذه الحالة. نعم، وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا سيد فادي عبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، حدثتنا مباشرة من لاهاي. أشكر لكم حسن المتابعة لهذه الحلقة التي وصلنا إلى نهايتها، وألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.